وشوشة. رحت كان في مشروع اتحاد طلبة، وهم كانوا مكلميني عليه، وهم كان ليهم طلبات، فرحت معاهم ونزلت وصورت معاهم والكلام ده كله. فأول ما نزلت وصورت معاهم وكلمت معاهم، فهم كان ليهم طلبات، فخدت الطلبات بتاعتهم ورايح عشان أعملها لهم، كانت في وزارة التربية والتعليم طلبة. فأول راجل طلع مدير مكتب وزير التربية والتعليم، فطلع عشان بتكلم معاه، قال لي مش انت الطالب؟ انت عامل لنا مشاكل؟ قلت له طالب ايه؟ قلت له لا ده انا معايا طلبات والله، ده انا المدير الفلاني الفلاني. قال لي انت الطالب اللي هو بيعمل مشاكل في جامعة عين شمس، انا عارفك. قلت له عارفك ايه؟ انا ما اعرفش حاجة، ده انا معايا طلبات والله. ورحت طلع له كارنيه واديته له، قال لي والله انا اسف معلش تعالى. ده كان من اوقات، وكان معايا مثلا بتاع فوق ال 30 واحد، فوق ال 30 طالب، وهم بصوا لي ان انا اصلا معاهم، يعني بصوا لي فجاه ان انا مش المذيع اللي بطلع، يعني بصوا لي ان انت بتشتغلنا عم انت. حاجه تاني برضو من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي في اول حياتي في البرنامج، ان انا لما كنت بكلم الضيوف ان انا كنت عايز ان انا استضيفهم، كانت لعبه الكوره كلها كانت عارفاني، فده بالنسبه لي ما كانش فيه اي مشاكل، ان كان اول 12 حلقه من البرنامج كانت لعبه الكوره بس. خالد بيبو، خالد الغندور، محمد كمون، معتز إين، واحمد مجدي، الناس دي كلها كانت بتجي. فكنت اكلم فنان اقول له انا الفلان الفلاني وعايز حضرتك انك تيجي، مش عارف انت مش كنت بتعمل نشره فنان؟ يعني هو انا، فعايز بس حضرتك انك تيجي معانا فقر. فقال لي طب ماشي كلمني تاني، اوكي، كمان ما يردش. يعني هو محتاج ان حد برضو يكون ذو اسم كبير ان هو يكلمه يعني. فدي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة برضو، ان انا مش عارف يعني. في يوم برضو من الايام برضو تواصلت مع استاذ رامي امام عشان اكلم استاذ عادل امام واكلمه، فبكلمه فبقول له فاكر كويس المكالمة دي، فبقول له زي حضرتك استاذ؟ قال لي ايوه. مين؟ قلت له انا عامر طاهر. قال لي عامر. قلت له عايز استضيف حضرتك. قال لي انا؟ قلت له يعني انا افتكرت يقول لي انا دي اللي هو يعني ده انا جاي لك بكره مثلا يعني ولا حاجه. قال لي قناه ايه؟ قلت له عاصمه. قال لي العاصمه. عاصمه. قلت له فانا عايز استضيف حضرتك يعني. قال لي طب ممكن تكلمني بعد دقيقتين؟ قلت له طب ليه؟ قال لي اصل انا على البحر. قلت له طيب ماشي مفيش مشاكل، كلم حضرتك كمان شويه. كلمته كمان شويه فما ردش عليا 10 مرات، ما ردش عليا. بالليل لقيته مكلمني، انا مش قلت لك تكلمني؟ قلت له من والله يا ريس انا كلمت حضرتك وحضرتك ما ردتش 10 مرات. قال لي في ايه؟ ما كلمني المره 11. قال لي بقى مين بقى؟ قلت له انا عامر يا فندم. قال لي عامر. قلت له عايز استضيف حضرتك. قال لي فين بقى؟ قلت له عاصمه. قال لي عاصمه. طيب ماشي انا مش فاضي. قلت له والله حضرتك يعني هتجي لي ولا حضرتك بتقول لي مش فاضي؟ قال لي انا هخرج معاك. قال لي ممكن مداخله لكن اجي لك لا صعب. قال لي انا ما بروحش محمود سعد. قلت له طيب خلاص اوكي ماشي مفيش مشاكل. كلمته في التليفون رد عليا، قلت له حضرتك هتعمل معانا مداخله النهارده؟ قال لي طبعا هعمل معاك مداخله. كان اول طلع للبرنامج، ودي كانت حاجه كويسه ليا طبعا. استاذ عادل امام كان يخش معايا في مداخله التليفون، احنا كنا هوا فاكر، وبكلمه بقول له استاذ عادل امام مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه واخبار اعمالك الفنيه؟ قال لي مين معايا؟ قلت له يا فندم انا عامر. قال لي عامر. قلت له فمش هعيد له القصه تاني، عاصمه. فالمهم دخلت بقى في الاعمال بتاعته، والحمد لله ان انا كنت خايف منه جدا جدا جدا، ان هو مش يعني اللي هو عايز افهمها لك ايه، هو من النوع اللي هو بيهرج 24 ساعه والناس فاكره ان هو بيتكلم بجد، فكان بالنسبه لي ان هو خايف يقول اي كلمه تخدش حياه اي حد من المذيعين اللي معايا، وخاصه ان كان معايا المذيعين البنات كمان بيلبسوا حلو. فهو انا هو قال لي انا هفتح دلوقتي ابص. ففي المهم اخر المكالمه قال لي البنات الحلوه اللي معاك دي عامله ايه؟ قلت له طب ماشي ميرسي يا فندم، شكرا لزو حضرتك، النهارده كان معانا استاذ عادل امام مش عارف ايه. قفلت التليفون. دي كانت سبق ان انا كنت اخده معايا على التليفون ولو دقيقه يعني عندنا على القناه.